صباحنا حنين، صباح جمرية بتلم لي صغار الجود وتبني الفرحة جواهم خيوط وبيوت، يغنوا الدنيا أجمل وأحلى أغنية. صباح المود يلاطف ضفة الأشجان ويغني مع المراكبية. مشاهدي قناة سودانية 24، برحب بكم في حلقة جديدة من صباحات السودانية وصباح يوم الجمعة المباركة. خليكم معنا. سعيدة بوجودكم معنا حقيقي اليوم. عايز انتقل للحديث عن حاجة مهمة. المديح النبوي والإنشاد الديني اتطور على مدى السنين عندنا هنا في السودان، دخلت فيه الآلات الموسيقية ودخل فيه الكثير من خلينا نقول التطورات والتجديدات. محمد، بالنسبة لك دخول الآلات الموسيقية والتطور اللي حصل للإنشاد الديني والمديح النبوي، رايك فيها انت كزول زي ما قلت متشبع بهذه الراي الشخصي؟ راي شخصي. اوكي. طيب انا والله حقيقه بحثت في الموضوع ده كتير جدا. حرجع بيك شويه عشان نحن المساله دي نمسكها من بدايتها. انا عايز اعرف تعريف لكلمه موسيقى. الموسيقى معناها شنو؟ الموسيقى هي الصوت الجميل، يعني بغض النظر عن 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 صادر من ايه الصوت الجميل. اول موسيقى بالنسبه لي انا استمع القران الكريم، نازل بتجويد بمدود معينه، بادغام، باغلاب، باخفاء، بغنه، يعني صراحه انت لو ما سمعتي القران من صوت جميل فبتقدري تتشربي معانيه وتحسي الحاجات اللي فيه. فانا في رايي الموسيقى اضافت. بعدين لازم نحن نواكب، ما هو الحاجة دي رسالة. الأدب النبوي هي عبارة عن رسالة. فالرسالة دي عشان تصل، أنت عايزة تصل لأي نوع من الناس؟ هل أنت عايز تسمع لنفسك؟ أم أنت عايز توصل الرسالة دي لشباب، لشيوخ، لشنو؟ فالموسيقى هي سهلت كثير وبسطت بالذات بالنسبة للشباب، يعني إنه يستمعوا المديح، إنه يعرفوا عن طريقه السيرة، يعرفوا عن طريقه حاجات كثيرة يعني. طيب وعد، يعني عطفا على كلام محمد انه الموسيقى سهلت انه الناس تعرف عن المديح، برضو في واحدة من الحاجات اللي ممكن تسهل على الزول وهو حبه لمعرفة هذه الأشياء. يعني في ناس ممكن يكونوا بيسمعوا بتعاليم كثيرة دينية بس الرغبة الحقيقية بتبقى في انه لما الزول يحب الحاجة دي بيبقى راغب في انه يعرف فيها أكثر. شنو الرغبة الحقيقية الجادي خلتك تحسي انك انت عايز تعرف عن الحاجة دي اكتر، وكيف قدرتي تكوني الثنائية دي مع محمد؟ والله اساسا يعني انا اساسا بحب المديح بطار. يعني المديح بطار انت بتحسي بحاجة، يعني بتديك زي ما بتقولي كده. نعم. شعرة كده يعني. ف انا شايفة انه يعني هي الموسيقى سهلت كتير. اي نعم هي سهلت، لكن برضو انا بميل اكثر لشغل الطار. ليه؟ لانه بتحسي بحاجه، يعني بتكوني قاعده انت ذاتك، يعني ما حاسه بنفسك مثلا. يعني في ناس كثير انت بتكوني روحك بتمشي معاه، روحك بتمشي معاه وكذا. وبعدين انا ومحمد توم ده يعني واحد ده، ما في فرق، قرايب مع بعض. وبعدين يعني انا مما قمت في وسطهم، يعني مما قمت انا معاهم، فعشان كده الحاجه دي سهلت الثنائيه بيناتكم انتوا الاثنين. طيب عايزه ندي نموذج ثاني للمشاهد عن الثنائيه اللي انتوا الاثنين كونتوها. دي صوتك جميل جدا محمد، صوتك جميل جدا، خلونا نصبح عليهم بنموذج ثاني. تفضل قول سوا. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. لعلى الرسل عن علاك انطواء،
وأولو العزم تحت الشاوك جاءوا ولمرقاك دانت الأصفياء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء كنت شيئا وآدم لم يكن شيء فحويت الأسرار بالنشر والطي وقديما تقسمت قسمة الفي لك ذات العلوم من عالم القيب ومنها لآدم الأسماء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء حيث جبريل حيث جبريل في السماوات مجاد يعلن البشرى في ولادة أحمد سمعت أمه بشري بمحمد فتوالت بشرى الهواتف أن غد ولد المصطفى وحق الهناء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء يا رسولا يا رسولا قد جاء بي الحق هادي لسبيل الهدى وطرق الرشاد جئت أرجوك مستجيرا أنادي الأمان الأمان إن فؤادي من ذنوبنا تيتهن هواء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وسلام وسلام من العلا يتدلى وسلام من الملا يتعلى وسلام عليك من استقلى ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت لربك الأشياء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء والسلام. صوتكم ذات شفاء للأذان. سعيدة جدا بوجودكم معنا، بشكركم من جديد على طلتكم الحلوة دي. سعيدة بأنه برضو يكون في شباب قادرين يلتفتوا لمكانة الإنشاد الديني والمديح النبوي ويكونوا ثنائية ويحاولوا يوصلوا هذه الثنائية. أتمنى أنه عبر سوداني 24 في هذا اليوم تكون وصلتوا للعديد من المشاهدين اللي بتابعونا، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وفي الأول وفي الآخر دي حاجة بتجزو عليها خير من عند الله سبحانه وتعالى. شكراً وعد، شكراً جزيلاً، شكراً محمد. سعيدة كنت بوجودكم معاي، وأكيد مشاهدي سوداني 24 في عدد من الشباب اللي لسه فيهم روح وشغف جميل اتجاه فن جميل كالمديح النبوي والإنشاد الديني، وبرضو لسه في فقرات عديدة قادمة، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني تابعونا.
دي كانت فقرة من حلقة يوم السبت يوم 18 سبتمبر، وكان في الإعداد الزميل مصطفى النعيم. الحلقة خصصناها لموضوع التسامح، وفي فقرة لمن يهمه الأمر كان ضيفنا الأستاذ السمو العبد الله حسن أمين الثقافة والدعوة بمجمع النور الإسلامي، وده حواره كان مع الزميلة رويدة عبد الحفيظ. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرتبط بها ديننا ويدعو إلى السماحة والتسامح بعدها، ومن خلالها شاهدنا فيديو عن الخصائص السكانية للعالم بعد 3 عقود وعدد المسلمين في أوروبا بالتحديد أستاذ سموئل، والتسامح ما بينه وبين الديانات الأخرى. في البداية نقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هذه المشاهد التي رأيناها حقيقة تبعث الأمل وتبعث التفاؤل وتزيل كثير من إحباطات ذهنية كثيرة تسيطر على كثير من الناس أن هذا الدين قد انتهى وأن يعني الواقع مر وهكذا، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى يعني كل يوم الناس لو وسعوا المدارك وأخذوا معاهم العدسة كبيرة شوية بيقدروا يشوفوا حاجات جميلة يعني. نعم. ويعني الفيديو شاهدناه بيديك صورة وتكون زاوية ضيقة لكن بيدينا مساحة كبيرة إنه ما زال العالم ينتظر منا، نحن كمسلمون ينتظر منا الكثير يعني. نعم أكيد. نعم. هل وضع الإسلام شروط للتسامح مع الديانات الأخرى ومع من لا دين له حتى؟ الإسلام أصلاً ليس يعني ما دين شروط أصلاً. هو جلي شنو؟ يعني القيمة الأساسية. لو نذكر يعني أول رسالة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي لما جاء داخل البيت، والسيدة خديجة قامت سطرت قيم محددة لهذا الدين من أول الأساس، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكلة وتغيث الملهوف وتكرم الضيف، ومن يفعل كل ذلك كما قالت السيدة خديجة لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. إذن الدين في الأساس مبني على التعامل مع الآخر، ومعيار الأجر والثواب مقدم كلما كان الأثر على الآخر كبير. يعني أنت كل ما تركت أثر على غيرك إيجابي في الدين القيمة أعلى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لسعي أحدكم في حاجة أخيه خير له من قيام في مسجدي هذا شهرا. نعم. الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الواحدة بـ1000 صلاة. نعم. بـ1000 صلاة. نعم. يعني لو صليت ظهر واحد في المدينة المنورة كأنك صليت 6 شهور في السودان. 5 أوقات. شوف الأجر ده قدر شنو، وإنت قاعد شهر أضرب الحكاية شوفها بكم أفضل منها، أفضل من ده كله. شوف دقة اللفظ، تسعى في حاجة أخوك. يا سلام. فما بالك لو شرحت صدره، ما بالك لو سامحته، ما بالك لو شلت منه هم. حتى النص بتاع الحديث ده ذاته جاء، ابن عباس كان معتكف في المسجد وكان معه زول تاني معتكف، فجي شخص داخل المسجد مهموم. فابن عباس مشى ليه وقال لي يعني مالك شكلك مهموم كده، قال لي مديون. فقال لي يعني ممكن اساعدك في انه نحل الدين. مديون من منو؟ قال لي من فلان. قال لي خلاص نمشي ليه. معروف انه شروط الاعتكاف انه زول ما يطلع. فقام الرجل الاخر قال لي ابن عباس انت معتكف كيف تخرج؟ قال اني سمعت صاحب هذا القبر كانوا معتكفين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إني سمعت صاحب هذا القبر يقول إن لسعي أحدكم في حاجة أخيه خير له من قيام في مسجد هذا. ولذلك لا ينبني، بل الإسلام جاء يعني أنت لحظة يعني شنو من الحياة بتخليني أخاصم الآخر؟ شنو من الأشياء اللي بتخليني أنا ما أحب الآخر؟ نضرب مثال، يعني زول بيسكر أو زول مخمور أنا ما بطيقه لأنه هو مخمور، لكن الدين أمرني أتعامل معه كويس وهو مخمور. عشان كده الخمرة تحرمت بعد 16 سنة من البعثة في السنة الرابعة من الهجرة. وحتى النص بيقول لما تحرمت سالت أودية المدينة بالخمر، معناها الناس كانوا كلهم شنو؟ كان في خمرة كثيرة جدا. صحيح. نعم. ده واقع كان موجود، فالإسلام جاء ووجد واقع. وبالتالي لم يضع شروط ولكن فتح الآفاق. نعم. لإعلاء هذه القيم. وتعامل الدين مع كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نجح في كل هذا النجاح إلا لأنه صدره كان متسعا. نعم. ويقبل كل الناس. هي أحاديث كثيرة وآيات تدعو إلى التسامح والسماحة وسماحة الخلق في الإسلام. المذاهب الأربعة والاختلاف ولو البسيط فيها، يعني نشأت بعض الخلافات من هذه الاختلافات في المذاهب الأربعة، هل هي نتيجة لتعدد المذاهب ولا لفهم الناس في نظرك؟ قطعا هي لفهم الناس. الفهم
هو قيمة أساسية لكل معاني الدين. يعني أنت في الصلاة دي لو ما كنت فاهم ما بتصلي صح. صحيح. لأنه الصلاة دي يعني إذا هي كمثال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قطعا ما في فحشاء ومنكر في المسجد، لكن الصلاة كرسالة كلية بتترك آثار وأبعاد كلية للفهم كله. ولذلك قطعا ما ممكن يكون هنالك يعني حدود أو شروط واضحة أو تقاسيم واضحة للتعامل مع الآخر بناء على فكرة محددة. ولذلك اختلاف الناس هي اختلاف طبيعة خلقية عند الناس، يعني فهمي وفهمك مطلقا ما ممكن يكون واحد، ولا فهمي وفهم ولدي اللي أنا أنجبته من صلبي هو ما بيكون واحد بأي حال من الأحوال. ولذلك هذه الاختلافات التي حدثت يعني إنما هي من طبيعة البشر ورحمة للناس. ودي كلمة هتا خطوط حمر كثيرة. رحمة بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين أبو بكر الصديق، ده أفضل زول. لكن لو لاحظنا إنه رغم إنه هو أفضل زول ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كاتب السر لم يكن أبو بكر الصديق، الفاروق لم يكن أبو بكر الصديق، أعلم زول ما كان أبو بكر الصديق، غدا أعطينا الراية لرجل كذا وكذا لم يكن أبو بكر الصديق. وزع النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر الجنة على صحابته بحسب القدرات وحسب الفهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من أحب الناس إليه شخصيات متنوعة. يعني في شخص صاحب دعابة، صاحب نكتة، صاحب طرفة، كان يفتقد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ويناديه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عندما جاء خبر بئر معونة دي قتل فيها 70 صحابي من الحفظة، فلما جاء الخبر اغتم وكان مهموم ما في زول قادر يدخل عليه. سيدنا عمر الخطاب واقف فر في الباب بيمنع الناس من الدخول. نعم. فجزء صاحب الطرفة ده داخل وقال لسيدنا عمر اسمح لي يدخل. فسيدنا عمر لما منعه قال لي والله تدخلني لو اضحكنه لك. ودخل وأضحك النبي صلى الله عليه وسلم بدعابته. يعني حتى الزول بتاع المداعبة عنده مكانة في الدين. ولذلك تباين المفاهيم هو الذي ولد المذاهب، والمذاهب جاءت رحمة. يوم 19 سبتمبر كنا معزومين شاي مع الفنان التشكيلي الكبير والشاعر والباحث إبراهيم العوام. إبراهيم العوام والذي يطلق عليه أحياناً شيخ التشكيليين، وشيخ التشكيليين دي الحقيقة يعني ما هي درجة، يعني زي معناه أنت راجل كبير شوية. فده التشكيليين والصحفيين اعتادوا أن يقولوا شيخ التشكيليين. أنا ولدت في قرية الزومة في المديرية الشمالية مركز مروي سنة 1935، ودرست في مدرسة كريمة الأولية، في مدرسة السير في دنقلة، في مدرسة البندر في مدني. المهم أنه درست في 6 مدارس لأنه أبوي كان موظف حكومة وكان يتنقل من بلد إلى بلد فأتنقل معه. وانتقلت من المدرسة الوسطى مدني الأميرية إلى مدرمان الأميرية فيها الساعة، ورجعت لمدني الأميرية مرة أخرى، ثم امتحنت إلى الثانوي فانتقلت إلى الخرطوم. وبانتقالي إلى الخرطوم دخلت مدارس الأحفاد الثانوية، فذهبت إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة ودرست بموافقته أنثروبولوجي اللي هي علم الإنسان، والحمد لله تخرجت فيه واشتغلت في مركز البحوث الأمريكي. وكاد حلم الفنون
ينتهي لولا أن قابلت واحد بروفيسور كان مشرف علي بحثي. فلما انتهت مدته وقام داير يسافر، فقعد معي وقال لي: إبراهيم، أنت قدمت بحث كويس وأنا قيمتك كويس، لكن بفتكر أنك أنت رأي الفنان وممكن تكون إنسان فنان عبقري، لكن ما حتكون بعبقرية يعني الأنثروبولوجي. أول معرض اشتركت فيه كان في القاهرة، وكنت قد درست كورس بتاع خزف مع خزافة، يعني كانت بارعة جدا جدا وفنانة، ودرست كورسات تانية، درست كورس بتاع نحت مع فنانة أمريكية كبيرة اسمها سيلفيا شو جوتسون، ودي كان عندها تأثير كبير جدا جدا لأنها خدت لي فهم شنو إنك تبقى رسام أو نحات أو كده وبين تبقى فنان. وأدتني درس كان قاسي جدا جدا لكن استفدت منه. أول مرة نشرت مقال كان في جريدة الصراحة، والصراحة دي كانت جريدة مقاومة للإنجليز، صاحب تحريرها كان الأستاذ عبد الله الرجب، وكانت كل مرة الإدارة البريطانية تصادرها كويس لما ينشر فيها. فأول مرة نشرت فيها قصيدة. ثم سنة 55 لما حصل التمرد الأول كتبت قصيدة أخي فيما القتال للأخوان في الجنوب، أخي فيما القتال وعلامة تلجأ للنبال، هذه يدي ممدودة فتعال صافحني، تعال وتعال نعلم ذا العدو بأنه يبغي المحال وبأننا سننال استقلالنا ونقوم أبناء الجنوب مع الشمال لنحرر السودان من هذا العدو وبالنضال. وقصيدة طويلة فنشرت في جريدة النيل، وكانت جريدة النيل بتاعت حزب الأمة. الصحافة أدتني كثير، الصحافة أول شيء أدتني فكر، وخاصة بعد أن بدأت يعني أكتب أحرر صفحات ثقافية. يعني أول صحيفة ثقافية حررت فيها كانت في صحيفة أخبار اليوم مع أحمد البلال، واستمرت زمن ولكن الدوام لله يعني. فغيرت منها، مشيت الرأي الآخر، ثم غيرت للرأي العام، ثم مشيت للأضواء، ثم مشيت وهكذا. يعني ناس الجرائد ما عندهم شيء ثابت، ودائما يا قفلوا الصحيفة يا انت ذاتك استغنوا عنك يا ما قدروا يدفعوا لك مرتب، يعني هالشيء بالشكل ده. فكنت انتقل من صحيفة لصحيفة لصحيفة. فآخر صحيفة كتبت فيها كانت الأضواء. المسيرة الفنية، يعني أنا بعد مما تخرجت من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية كما تسمى، اشتغلت مدرس فنون بالطبع، لأنه وزارة التربية هي اللي ودتني بعثة عشان أدرس. وزمان من العادة الواحد لو عنده شهادة بكالوريوس ما بيأهلوك لبكالوريوس ثاني، لكن غايته أنا راعوا حالات كثيرة جدا في حكايتي، فودوني بعد ما جبت البكالوريوس بتاع الأنثروبولوجي مشيت لكلية الفنون على بعثة داخلية، ومن هناك بدت المسيرة كفنان. قبل ما أمشي في لكلية الفنون الحقيقة أول ما جيت عشان التحقت بوزارة التربية عشان يودوني، ودوني في مكدادة في الغرب سنة 65 في ذكرى أكتوبر الأولى في الفاشر، أقمت أول معرض لي وكان تحت اسم معاناة أهل دارفور كويس، ورسمت 100 لوحة وعرضتها في المجلس، وزهلت لأنه كنت بفتكر أن الناس ما بيفهموا فن،
والله يجوا بجمالهم ينيخوا الجمال يدخلوا يتفرجوا. فضل هذا المعرض مفتوح 3 شهور، كمية الناس اللي دخلت، لا أسمع عندي معرض نجح زي ذلك المعرض. حلقة الأحد كانت من إعداد إسراء وأسماء هارون، التومات زي ما إحنا بنحب نلقبهم في الفريق. اختنا لكم منا روشيتا طبية، وهي مساحة بنفريدة في كل حلقة لتقديم خدمات طبية وصحية لمن يحتاجها. طبعا السودان زي ما انتوا عارفين بلد ساخن جدا، ونحن واقعين في الخط المداري، والشمس بتاعتنا صعبة جدا جدا وشديدة. عشان كده انا بحب انه انصح كل المواطنين الموجودين والمشاهدين بان يكثروا من شرب السوائل. السوائل دي انواع كثيرة، السوائل اللي احنا بنقصدها دي اهم حاجة هي الموية، انه الشخص طالما اساسا بنعرق كثير، وحتى مع التنفس ذاته انه في هواء طالع وفي نفس طالع وفي بخار مويه طالع، فبنحتاج ان احنا نعوض. السوائل دي عباره عن المويه العاديه، عباره عن البطيخ، عباره عن الشوربه، عباره عن الشمام، عباره عن الخيار، كل الاشياء والفواكه الموجوده فيها المياه دي مهمه. ومنطقتنا الحمد لله اشتهرت فيها كل الخيرات دي. طبعا الوقايه خير من العلاج زي ما انتم عارفين، وننصح هنا بقى بالسوائل العاديه دي وشوربه الخضار بلا ما تنسوها، وانكم تبعدوا من كل الاكل وكل السوائل اللي فيها مواد حارقه، شطه وما اعرف دكوى والحاجات زي دي. بالنسبه للسيمتومز او للشعور الاولاني بالنسبه للمسالك البوليه، اول الشخص لما يكون املاحه زايده في البول، بيحس بحراره شديده في البول، وقد يحتاج انه يمشي مرات كثيره والبول يصحيه على اساس يمشي، ويمكن يشعر بحرقان شديد. تغيير الحقيقه كمان اللون بتاع البول، اذا كان اللون بتاع البول فيه احمرار او زي اللون بتاع الشاي القديم، ده يبقى هنالك في مشكله. حلقة يوم الاثنين والزميلة تسنيم رابح في الإعداد خصصت الحلقة للأسرة، وأفردت مساحة لتبصير الأسر بضرورة الاهتمام بتغذية المسنين. من الجميل في الأمر أنه توفر لنا اختصاصية في التغذية، قدمت لنا مادة مفيدة وممتعة جدا. مرحبا بكم مرة أخرى، وعبر فقرة لمن يهمه الأمر التغذية الصحيحة لكبار السن، دكتورة نور عبد الله اختصاصية التغذية. مرحبا بك وصباح النور عليك. صباح النور، مرحبا. طالعين من العيد واللحمة والتغذية والحياة دي كيف؟ الناس طالعة من أسبوع مرهق جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في القناة الدسمة دي الجميلة، دائما بتركز على التغذية. وهو طبعا زي ما قلت طلعنا من موسم دسم جدا جدا، وفي شريحة طبعا مهمة جدا أشارت لها هبة، اللي هي شريحة أهلنا، كبارنا، كبار السن. وده موضوعنا لهذا. نعم. بنسمع دكتورة عن أشياء كثيرة جدا تخص أمراض الشيخوخة وكبار السن وكذا، لكن اللي عاوزين نعرف إنه هل الأمراض اللي بتصيب كبار السن والشيخوخة لها علاقة بالتغذية؟ نعم، أصلا يعني إحنا بنعتبر كبار السن هم من الفئات الضعيفة. لذلك بنركز دائما على تغذيتهم، تغذية صحيحة وتغذية نوعية. إذا ده ما تم بيأثر طوالي على صحتهم، من ناحية الذاكرة، من ناحية الصحة العامة، من ناحية يعني الشيخوخة المبكرة، أو يعني نقول طبعا طلع المرض بتاع الزايمرز، وهو يعني كل الناس بيخافوا منه حتى لو كانوا في شيخوخة ما متأخرة، يعني بدري، يعني قبل 65. طيب كده نحن حسا في الصباح كده قلنا لك عاوزين نأخذ لك كبار السن كده ناس فطور الصباح، شنو ممكن يكون بالأشياء المتوفرة؟ الأكل بتاع كبار السن دائما من كم لكم؟ من فوق 65 سنة، يعني نحن نعتبرهم إن هم دخلوا في الفئة بتاعت كبار السن. طيب. ويعني اللي هي الكيلو كالوريز بتاعتهم أو كده يعني بتبدأ من يعني 2300 كيلو كالوري في اليوم لغاية 2100. لكن أهم حاجة فيهم النوعية،
يعني إذا أنت حتديهم نفس العناصر اللي هي بتاعت الوجبة العادية اللي فيها البروتينات من ألبان من الألبان ولحوم لحوم أنا ما جبتها ما قدرت أجيبها لكن شنو جبن وبيض شنو نوعية اللحوم الممكن لازم شنو لأنه ممكن كبار السن يكون عندهم أيوة أمراض معينة يعني إحنا بنقول شنو يعني عموما قبل ما نخش في الأمراض دايرين هم الحاجة اللين أو أحسن حاجة في اللحمة يعني أنت بتجيب لهم اللحم يعني الجيدة جدا أو بتجيب لهم الفراخ الجيد بتجيب لهم السمك الجيد حاجات جيدة جدا بالنسبة للكربوهيدرات أنت أو نشويات بتجيب لهم دائما الحبوب الكامله وبتجيب لهم الخضارات طبعا مهمه جدا بالنسبه لهم كل انواعها والفواكه وطبعا اساسا الفاكهه دي ممكن نستعمل حتى الفاكهه اللي هي المجففه ودي هي زي ما شايفين يعني دي هي بتمدهم بالعناصر اللي هي الفيتامينات والمعادن اللي مهمه جدا انها هي تقلل من نسب الشيخوخه يعني طيب دكتور يعني ده فطورهم كده ممكن يكون من الصباح حاجات بسيطة كده طيب حاجات بسيطة لكن شنو لازم تكون كلها مع بعض يعني ما زي الناس الباقين ليه لأنه هم ممكن يكون عندهم مشكلة في الأسنان ممكن يكون عندهم مشكلة في الهضم في كده فلازم ندعب في إنه نجهز لهم فطور كامل على أساس إنه هم يعني ما يتأثر في الأمراض بتاعتهم بها يعني طيب فيما يخص السوائل والعصائر والله إحنا طبعا اللبن ده مهم جدا جدا لأنه هم معرضين طبعا لأمراض هشاشة العظام الوقعات بتاعتهم صعبة إن هي تلتئم بسرعة وكده وحاجة مهمة جدا إحنا بنحبها شنو اللي هي العسل يعني كويس العسل ده من الحياة المهمة جدا جدا بالنسبة لكبار السن لأنه بنحب نقلل من الملح والسكر لأنه طبعا أبيضين معرضين طبعا للضغط او للسكري او لكل الامراض دي يعني لا سمح الله يعني احتمال كبير جدا جدا ان هي تصيبه بعامل السن يعني لكن احنا ممكن نحاربها بتغذيه جيده طيب في ثقافه عند كبار السن عندنا في السودان يقول لك والله بنعتمد في الصباح على البلح والله هو البلح طبعا زي ما قلت لك هي يعني اي حاجه كل الفواكه والبلح الحاجات المجففه دي ممتازه جدا يعني اصلا بيكون فيها كميات عاليه من المعادن وكذا لكن انا يعني عموما يعني بفتكر انه التغذيه بتاعت كبار السن زي اللي هم الناس الشباب او الصغار لازم نركز عليها يعني حاسه انا يعني بدعو انه ليه كبار السن ما يكون عندهم في اي حي نادي بتاع رعايه ما اقدر اقول دار عجز او اي حي لكن نادي بتاع رعايه كويس يعني يكونوا مسجلين معروفين لازم انت تدعمهم بوجبه غذائيه كويسه جدا تعرف صحتهم كده يعني طيب دكتور يعني برضو يعني في مشاكل بيتعرضوا لها برضو كبار السن في ايام المرض خصوصا ففي امراض ممكن تكون خاصه بهم هم في فتره المرض مثلا بنسمع بالقاود بنسمع بهشاشه العظام بحاجات كثيره جدا كيف ممكن نرسم وجبه غذائيه صحيه بالنسبه لهم ابتعد عن شنو نعم يعني هي يعني عموما كل الممنوعات بالنسبه للباقي الفئات نفسها هي لكبار السن لكن طبعا اهم عامل بالاضافه للتغذيه الجيده هي النشاط الجسماني او الرياضه الوجبة هي لازم تكون شنو على فترات يعني الوجبة الفطور مهم جدا جدا وجبات سناكس اللي هي بين الوجبات ممكن ياخد فيها زبيب ياخد فيها تين الغداء يكون في مواعيده بوجبة متكاملة يعني الوجبات بتاعت كبار السن مكلفة ولازم تكون يعني بطريقة جميلة لأنه هم أصلا عندهم عامل نفسي إن هم بعد ذاك كبروا ما عايزين يأكلوا كده فلازم يعني يكون في دعم بالنسبه لهم خصوصا في الوجبات طيب. اذا تعذر مثلا في البيت انا بقول دائما ليه ما نعمل لهم حاجه وجبات مدعومه او مثلا يكونوا في نادي يمشوا كده يعني فلازم ندعم فيهم شويه يعني طيب برضو يعني كبار السن احيانا بيعانوا من حاجتين ربما اما من النحافه الزايده او من زياده الوزن وربما زياده الوزن برضو تسبب مشاكل كبيره جدا لكبار السن هم عموما يعني بيكون هو من نحافه يعني زياده السن زياده الوزن دي ما عندهم كثير ليه لانهم اصلا معرضين ان هم يعني يفقدوا جزء من الـ من من لكن احيانا برضو بيكون في زياده وزن احتمال يعني هي دي دائما بيكون ديول التغذيه الغلط يعني وانت في التغذيه الغلط بالنسبه للكبار السن دائما بتؤدي للشيخوخه المبكره صحيح. فعشان كده دائما احنا لما نركز انه تغذيتهم تكون جيده بنقلل من فرص انه هم تجيهم شيخوخه مبكره طيب التعامل مع الحالتين كيف زياده وزن او النحافه والله هم طبعا بيكونوا في سن انه بيعرفوا الصح من الغلط وصعب جدا انه يغيروا عاداتهم لكن احنا دائما ندعمهم بانه هم يعني يكونوا محبوبين وانه هم صحتهم مهمه وندعمهم بعامل نفسي على اساس انه هم يمشوا في الدايت الصح او في النظام الغذائي الجيد
فهم بيحتاجوا لسبورت من كل الناس اللي في الأسرة ومن المجتمع ومن الدولة يعني. طيب دكتور، احنا عندنا استبيان على الشاشة حنشوفه اللي صوتوا يعني في هذا الصباح في فقرة من يهمه الأمر بخصوص التغذية. هل معظم الأمراض التي تصيب الشيخوخة مرتبطة بسوء التغذية؟ يعني زي ما شايفة دكتور، اللي صوتوا بنعم 56 واللي صوتوا بلا 44. نعم. يعني نسبة متقاربة نوعا ما شوية كده. نعم نعم، لأنه هي طبعا الشيخوخة يعني أو كبار السن حالات فردية يعني. طبعا في ناس بيكون عندهم أصابة بتاعت أمراض بتقلل لهم في يعني، ما كلهم مثلا زي الصغار أو زي الأطفال كده، بيكون عندهم حاجة واحدة، عشان كده بتكون النسب متفاد أو متقاربة يعني بالنسبة لهم. لكن عموما الغذاء هو حسه في كل الأبحاث الجديدة وعامل أساسي بالنسبة لأنه تقليل فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة يعني. طيب دكتورة، لو عاوزين ندي لكل أسرة سودانية تنويهات فيما يخص تغذية كبار السن، ركزوا على جدا التغذية بتاعت كبار السن أو كبارنا دين، الغداء العشاء الفطور، لازم وجبتهم لازم وجبتهم تكون يعني واضحة جدا من أول الصباح، إنك أنت هتعمل للناس الكبار معك في البيت ده كده كده كده. إذا تعذر لك في البيت، إحنا هنا بقول كل الجهات في الدولة، صندوق المعاشين، لازم نعمل حتة نادي كده إنه هم يكون عندهم حتة يلجؤوا لها أو حتة يرعون فيها، ولازم المتابعة بتاعة التغذية بتاعتهم. فتغذيتهم دي مهمة جدا جدا، ودائرة تضافر بتاع جهود من الأسرة ومن الحكومة من الدولة من الحي كده يعني. طيب المتوفر أحيانا في البيت هو الشيء المقدم بالتأكيد، لكن بيقول والله إنه يحكي بارسلة وديتهم الشوربة، شوربة الخضار، شوربة المرق وتكون مناسبة جدا اليوم، أي مدى المعلومة ده صحيحة؟ والله يعني حتى في المناسب في البيت يعني، إنك أنت داير اجتهاد زي الأطفال يعني، كبار السن دايرين اجتهاد جدا في الوجبة بتاعتهم، ما ممكن بس تقدم لهم الحاجة اللي انت عملتها ليه، لأنهم هم يعني فئة ضعيفة، فلازم انت حتى لو عملت لهم الشوربة لازم تدعم لهم بحاجة نشوية تكون معها فاكهة، هم كده. فعشان كده انا بقول لازم انه يكون عندهم دعم يعني، لأن وجبتهم لازم تكون متكاملة وما بنقدر ننقصها، لو نقصها انت طوال بتأثر على الـ 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 الشيء الطبيعي بتاعهم بتاعين هم يكبروا بسرعة يعني. طيب دكتورة، حاجة أخيرة يعني، برضو كبار السن أحيانا بيعانوا من ضعف في النظر، بنسمع دائما إنه الجزر بيقوي بيقوي النظر. بالإضافة للجزر والخضروات والفواكه، ممكن تاني يكون في شنو شيء مساعد لتقوية البصر عندهم؟ طبعا يعني كل الحاجات الخضراء اللي عندنا هنا دي بتزيد من النسبة بتاعت الفيتامين سي، هي يعني عموما النظر ده يعني شنو يعني، لو عندهم سكري كويس انت يعني حاربت السكري وغذيتهم كويس بتقلل من الاصابات بضعف البصر مثلا، لو عندهم مثلا ضغط، كل الامراض هي بتؤدي لضعف النظر يعني. فانت لما تعمل مانجمنت كويس او تعمل تنظيم كويس لغذائهم وتمدهم بالفواكه الخضروات الوجبه المتكامله، بتقلل الاصابات من الامراض المتعدده، هشاشه العظام، ضعف النظر، السكري، الضغط، كل الحاجات دي، فبتقدر تعمل على كنترول يعني. بالاضافه للعامل النفسي، بدعم العامل السبورت النفسي ده مهم شديد يعني. اكيد دكتوره نور عبد الله، نورتيني هذا الصباح عبر فقره لمن يهم الامر، وردي كانت على التغذيه الصحيحه لكبار السن. شكرا عمار، مرحبا بكم. شكرا جزيلا الكرام، نستمر معكم ولكن بعد الفاصل عديد من الفقرات، كونوا معنا. صباحات سودانية دائما عودتكم منها بتكون في كل مكان ومناسبة. شاركنا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين معايدتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كانت لمة جميلة جدا في دارهم بالخرطوم المقرن، التقينا فيها ببعض قياداتهم وأعضاء الاتحاد، ودي تحية من سودانية 24 لكل إعلاميي السودان. نحن سعداء جدا بوجودكم معنا في هذا اليوم اللي بنفتكر انه هو في شكل معايدة لكل الإخوة الصحفيين والصحفيات، وعدد كبير جدا من المسؤولين قدمت لهم الدعوة لحضور هذه الليلة، ونفتكر انه دي جزء من المناشط اللي بيقوم بها الاتحاد في العديد من الفقرات الموجودة. نحن عندنا في اتحاد الصحفيين السودانيين بنقيم منتدى شهري ونصف شهري
دائما لعدد كبير جدا من المؤسسات والشركات الكبرى، بالإضافة إلى المناشط الخاصة بالمناشط الترفيهية لأسر الاتحاد، والتي هذه الليلة واحدة منها. أنا بهني كل الصحفيين والإعلاميين في كل بقاع السودان وخارج السودان وبلاد منتشرة في أي مكان، بهنهم بعيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة إحدى المناسبات اللي بنلتقي فيها بالصحفيين، مناسبة معايدة بنحتفي فيها يوم ترفيهي في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، بنحتفي فيها جميعا، بنلتقي في يوم ترفيهي نحن وأسرنا، على الأقل نحن نحاول نرفه قليلا عن الذين عملوا يوم العيد. والمعروف أنه كل الإعلاميين وكل ومعظم الصحف كانت تصدر يوم العيد، كل القنوات والإذاعات شغالة يوم العيد، ولذلك احنا بنحاول نرفه عنهم قليلا ونلتقي في مناسبة زي دي. المناسبة بنفتخر انها الناس العمل اليومي يعني متعبون جدا وما قاعد يتلاقوا كثير، فدي الفكرة انه احنا نلتقي في مثل هذا اليوم لنحتفي جميعا بعيد الأضحى المبارك. هذا المناخ الآن في دار اتحاد الصحفيين السودانيين يعج بحركة دؤوبة وبشريات بفرح جميل وعيد مبارك يتنسمون فيه الفرح والطرب والشعر ويتبادلون التحايا ويتقاسمون الفرح مع بعض. نهني الإخوة الزملاء الصحفيين وأخص هنا قبيلة المصورين الصحفيين بصفة خاصة، ونتمنى لهم المزيد من الإشراقات والإبداعات في مجال الصورة الصحفية. والحقيقة العيد أصلاً أصبح فرصة للتلاقي، والصحفيين بصورة عامة مندمجين في عملهم الاجتماعي عملهم الصحفي وما عندهم فرصة بتاع التلاقي إلا زي المناسبات دي. الحمد لله اليوم نلتقي جميعاً لنتحاور ولنتصافح ولنعيد على بعض وأسرنا جميعاً إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير لكافة الأخوة المشاهدين ولكل القاعدة الصحفية على امتداد السودان إن شاء الله، وللصحفيين في خارج الوطن التحية اليوم وكل عام وأنتم بخير. أحيي كل الزملاء الصحفيين في كل السودان والصحفيين السودانيين في المهجر وكل الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والآن دار الصحفيين تفتح يعني زراعيها تحتضن كل الصحفيين في السودان في هذا اليوم، يوم للمعايدة، وأردنا لهذه المناسبة أن تكون مناسبة اجتماعية يلتقي فيها الصحفيين وأسرهم في جو بهيج، خاصة أن الليل عند الصحفيين هو الوقت الأغلى لأن عمل الصحافة دائما يتم في ساعات الليل. نحن هنا في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين اجتمعنا هنا في مناسبة اجتماعية هامة. هذه المناسبة الاجتماعية تتمثل في معايدة عيد الأضحى المبارك عادوا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وهذه المناسبة توثق عرانا نحن كصحفيين لأننا دائما مشغولين في الحياة اليومية في كد وجهد واجتهاد. بهني الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق كل الأمان المؤجلة والمستحيلة، وكل سنة وقبيلة الإعلاميين كل أب خير والصحفيين خصوصا طبعا.
بكم مجددا في حلقة بانوراما ليوم الجمعة، وانتوا لسه بتتابعوا معانا بنقلب معاكم فيها في بعض ما قدمناه في أسبوع أو في حلقات الأسبوع الفات من السبت لحد الخميس. وصلنا معكم ليوم الثلاثاء، وهو يوم بنقدم فيه على مدى 3 أسابيع فاتت مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بمشاركة مجموعة موبايل فوتوغرافي، وفي كل حلقة كنا بنختار فائز عشان بعد 4 حلقات إن شاء الله نختار من بينهم الفائز الأول، وهيكون معنا هنا داخل استوديوهات القناة وهنديه جائزة. وتاني هنبدأ من جديد المسابقة. الثلاثاء الفات كان آخر حلقة في المسابقة للشهر الأول، خلينا نتابع حصل فيها شنو. ومباشرة من صباحة السودانية، كل ثلاثاء عودناكم دائما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي إنه تكون معنا صور فائزة من موبايل فوتوغرافر وأيضا صفحة سودانية 24 على الفيسبوك، ورفع صور جميلة. الفائز دائما هو ما يأخذ أكثر لايك وشير. حابين نذكر المشاهدين بطريقة المسابقة. المسابقة بتنزل الصور بيتم التصويت عليها طول أيام الأسبوع، يوم الاثنين بيتم اختيار 3 صور صاحبة أعلى نسبة لايكات أو إعجاب، بيكون في تصويت عليهم لحد يوم الثلاث في الوقت ده من الحلقة بتاع الصباحات، بنشوف الفائز بأعلى نسبة تصويت وهو بيكون الفائز. في حلقة الليلة هنختار الفائز الرابع يا رويدة، و يعني حيكون عندنا الليلة الثلاثة حنختار منهم فائز، وهو حيكون الفائز للمرة الرابعة. والأسبوع الجاي المنافسة حتكون ما بين الأربعة الفائزة من خلال 4 أسابيع الفائزة. معنا منو الليلة يا رويدة؟ نعم، هما الثلاثة الفائزة هما مصطفى محمود إسماعيل وكمان أميرة التجاني، ولأول مرة بتشارك في مسابقة تصوير فوتوغرافي من موبايل فوتوغرافر والسودانية 24، صباحة السودانية وصفحة السودانية 24. والفائز الثالث هو عبد الرحمن محمد
محمد من الثلاثة دول حيتم حيكون في فائز واحد هو اللي حيكون الفائز الرابع للأسبوع الرابع. الأسبوع القادم حيكون في مسابقة ما بين الأربعة صور اللي فازت. نتابع من خلال السوشيال ميديا عدد اللايكات اللي أخذوها مصطفى محمد وأميرة التجاني وأيضا عبد الرحمن محمد. مصطفى وأميرة وعبد الرحمن بيتمنى لكم التوفيق. وإيه رأيك يا رويدة نمشي نشوف الصور بتاعتهم اللي هم مشاركين بها؟ نعم يا ريت نشوف الصور. محمد دي صورة المشتركة الثالثة عبد الرحمن محمد. 185 لايك لصورة عبد الرحمن محمد. 185 لايك. المشاركة الثانية نشاهد صورته. 117 حرزت 117 لايك. أميرة تجاني 117 لايك. دي صورة المشتركة مصطفى 186 لايك. وبالتالي الفائز هو مصطفى محمود إسماعيل صورته حازت على 186 لايك. ألف مبروك مصطفى. مبروك. أي مصطفى هو الفائز الرابع بالضبط. نعم. الأسبوع الجاي حتكون المنافسة بين الأربعة الفائزة الأسابيع الفائتة الأسابيع الفاتت. نعم. إحنا بنتمنى لهم أكيد التوفيق. ظاهر أنه زميلة مصطفى النعيم معيد حلقة التلات بيفتقد للصحف والمجلات الفنية المتخصصة. رح نتفق معه في أهمية أنه مفروض الصحف الفنية تكون موجودة بشكل كبير في حياتنا. طرحنا الموضوع ده في حلقة يوم التلات وكان ضيفنا الصحفي الشاب رامي محكر. نجدد الترحاب بكم ويتواصل معكم فقرات صباحات سودانية اليوم. وفقرة لمن يهمه الأمر اليوم تحمل عنوان قضية مهم جدا وهو تفتقد الساحة الفنية للإصدارات المتخصصة في الفنون والثقافة. نسعد جدا بضيفنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ رامي محكر صحفي ورئيس تحرير صحيفة روبرتاج الفنية. مرحبا بك أستاذ رامي. مرحبا بك وأهلا بكم حيا لمشاهدي قناة سودانية. إن شاء الله نقضي وقت جميل معكم. إن شاء الله بإذن الله. خصوصاً الموضوع شيق يعني الصحافة الفنية. أكيد الصحافة الفنية مهمة. يمكن حول الكثير من الكلام والجدل الكثير جداً ناس معاها وناس ضدها وإن شاء الله نوضح بعض الحقائق يعني. إذا نأخذ بداية مع ناس معاها وناس ضدها وتاريخ الصحافة قديم جداً في السودان وتاريخ له وزنه يعني لكن عدم وجود حيز للصحافة الفنية في الصحف السودان المختلفة. يمكن الصحفيين الفنيين بيعانوا جدا عشان تطلع صفحة فنية يومية وده بيرجع لسبب محدد انه ما في نشاط فني بالصورة اللي احنا ممكن نقول عليها تخلي الصحفي يقدر يطلع صفحات فنية متخصصة بصورة يومية. ما في بالرغم من هذا الحراك الثقافي الكبير في المجتمع. الحراك الثقافي يمكن حراك ضعيف لحد الآن لو قيسناه بمصر بلبنان بالدول العربية حتى الخليج العربي هناك حراك فني يعني غريب مقارنة بين إحنا حراك ضعيف جدا صفر حراك وتراجع في الساحة الفنية بصورة عامة. نعم إحنا قد تكون الجهات المعنية بأنها تهتم بهذا الإبداع الكبير وهذا الحراك هي شوية يعني ما ملمة أو ما متصلة مع الشباب وبالجمهور اللي بيهتم بالحراك الثقافي. إحنا قبل كده استضفنا يعني في صباحة سودانية حول هذا الموضوع عن يعني الحراك الثقافي وعن المراكز اللي بتهتم بالحراك الثقافي لكن أثبتنا أنه هي موجودة بصورة كبيرة جدا. الإعلام ما واصل لها. الإعلام يمكن ما واصل لها لسبب لأن هي ما قدرت تعكس نشاطها أو توصل حاجات للصحافة الفنية فدي مشكلة يعني أنت كصحفي ما عارف في نشاط ثقافي محدد في حتة محددة ما قدمت لك دعوة ما نشرت إعلان عشان الناس تعرف فأنا حصل له إزاي. طيب إحنا ده نخليه إنه الصحفي هو المقيل إنه ما يعرف
ولا الناس ما بتعرف الصحف عشان ما توصل له الحقيقه دي، انه في حراك ثقافي انه يوجهوا في صفحات فنيه. في حراك ثقافي لكن وين؟ محدود. يعني لو قلنا لك حراك ثقافي بالمعنى الحقيقي ما في. هي عباره عن امسيات، بيجي فنان بيغني وبيمشي. لكن موضوع ثقافي محدد يطرح ويناقش حوله ما في. حتى الامسيات دي بتكون في حي صغير جدا وفيها ما فيها يعني. طيب لو قارنا ما بين الصحافة الفنية والرياضية، الرياضة أيضا هلال مريقي ما فروق معينة مقلة في الحياة، لكن الصحف الـ يعني الحديث المتصدر دائما في الصحافة هو عن الرياضة وعن السياسة ومقل جدا عن وقليل هنا اقتصادية وما في نهاية للصفحات الفنية. أنا حكون معك صريح جدا، الصحف السودانية بصورة عامة ما مدي اهتمام كافي للصحافة الفنية أو الصفحات الفنية. الصحفي الفني في الصفحات في الصحف مهمل، هو زي ممكن أقول لك مواطن درجة ثالثة. لا يتم تقييمه، ما بيجد الاهتمام الكافي، بيعاني جدا على مستوى الصحيفة، وهو بينتج بصورة يومية في ظل ما في، في ظل عدم وجود حراك ثقافي حراك فني بيتيح له انه يبدع ويقدم حاجاته، فهو مظلوم من صحيفته، مظلوم وبيعاني في نقل الاخبار والحاجات الثقافيه. نعم. الفنيه. طيب احنا يعني عشان نتواصل اكثر في ظلم الصحفي من صحيفته من انه ينقل الحراك الثقافي، معنا عبر خط الهاتف الاستاذه ماجده حسن، صحفيه وناقده في صحيفه الراي العام. مرحبا بك استاذه ماجده. ألو. اهلا اهلا، مرحبا بكم، مرحب بصباحات السودانيه الغنيه الوليده الجديده. نتمنى انها تحقق غاياتها واهدافها وتجد القبول والازدهار بين الرصيفات من الغنوات السودانيه. امين ان شاء الله. مجدي حسن، احنا معنا الان عبر في مباشره على الهواء مباشره رامي حسن، هو رئيس صحف ورئيس تحرير صحيفه روبرتاج الفنيه وزميل ليك، وبنتحدث عن انه الصحافه الفنيه يعني اصداراتها مقله، ونتحدث عن انخفاض الاصدارات المتخصصه في الفنون والثقافه. التحية لكم والتحية للزميل رامي. في الحقيقة أنا سمعت جزء من حديثه يتحدث عن إنه الصحف الفنية أول يعني ما بيجد الاهتمام الكافي في الصحف عموما، لكن أنا بقول لك وبقول لرامي إنه الاهتمام مش بالصحفي، هو بالمجال كله. يعني الجريدة هي جزء من النظام الكلي، النظام الكلي نظام الدولة. الدولة ما عندها يعني استراتيجية واضحة تجاه الفنون، فبالتالي اهتمامها بالشريحة ده اهتمام مغل، والدولة بتهتم بالسياسة وبالرياضة يعني بأقسام محددة، فبالتالي بيجي في زي الاهتمامات الفنون. الترتيب ده بتجعل الصحيفة كجزء من أقسام الدولة بتضع أولوياتها، إنه المحرر السياسي بيجي الأول، المحرر بتاع الأخبار بيجي كده، المحرر الفني ممكن يجي في زي القائمة. فالتغييم هو ليس تغييم صحف، إنما تغييم نظام عام. يعني الجهات المختصة ما مساعدة أستاذة مايدة. الإصدارات المتخصصة الفنية والثقافية هي بتمثل يعني اهتمام بتاع أفراد، وهي نوع من الاستثمار. يعني مثلا رامي هو عنده صحيفة إلكترونية، إن كان يريد أن يحولها إلى ورقية بيخد في باله إنه هو الصحيفة الورقية حتجيب له كم، هل في عائد بيكفي إلى تشغيله يعني مرتباته طباعته نشرها التكلفة دي كلها. ممكن ده الخط الأبعد الكثيرين من الدخول في مغامرة إنه يكون عندهم إصدارات ثقافية فنية. نعم. كأفراد. الشيء الثاني إنه الفنون هي في الأساس وجود شحيح، بالتالي بقت هي مجرد صفحة داخل الصحيفة يعني ما أكثر. هي في نظر الكثيرين ما بتستحيل أكثر من هذه المساحة، لأنه هو المجال ذاته، ورامي يعلم ذلك، إنه نحن بنخلق من الفسيخ شربات. يعني احيانا الصحافه الفنيه بنضطر الى صناعه لغياب العديد من الاحداث والفعاليات. بلد ما فيها مهرجانات، ما فيها يعني حفلات جماهيريه، ما فيها اين تسهر هذا المساء، يعني لا تحفل بنشاط فني
وثقافي واضح يخليك انت تقدري تعملي له اصداره كامله تطلع للناس. هو الاصداره النتائج شنو؟ مثلا اذا قارنا بالشقيقه مصر عندها اصدارات فنيه كثيره لانه عندها نشاط فني كثير، النشاط الفني الكثير انت بتغطيه عبر هذه الاصدارات. لما يكون انا ما عندي اي انشطه فنيه ثقافيه او انا مغله فيها او هي حاجه تحصيل حاصل من باب انه الوجود اثبات وجود ليس الا، اعمل لها جريده فنيه او اعمل لها مجله فنيه متخصصه عشان شنو؟ عشان اقول للناس فيها شنو؟ انا شايفه انه المساحه الموجوده هي ما مرضيه تماما بالنسبه لنا، لكنها هي بتناسب الوجود بتاع الفنون في السودان. متى ما كبرت المساحه تحت الفن والثقافه في السودان، الدوله ادت رعايه اهتمام، عملت انشطه، عملت مهرجانات، شغلت القطاعات. انا طوالي بقول انه قطاعات الثقافه والفنون في السودان هي قطاعات في عاطله، قطاعات بتشتغل بصوره موسميه. انا ما بقدر يعني الوم الناشرين في حال انهم انسحبوا من المجال، لكن بلوم الدوله في انها هي ما بتهتم بانه ما كل الجرعه اللي بتديها للناس هي جرعه سياسيه، انها هي محتاجه تغير خطابه تجاه الناس. يعني الدوله لو انتبهت، عندي انا ممثله دوله، عندي وزاره الثقافه، نعم، ليه وزاره الثقافه ما تكون عندها مجله ثقافيه يعني تستقطب فيها الكتاب والمبدعين وتكون هي يعني في حيز الوجود؟ نعم. حاليا المجله اللي بتهتم بالثقافه يمكن السمراء، ودي مجهودات تحمد للشاعره والاستاذه روضه الحاج. روضه الحاج، نعم، تحيه لها. مجهوداتها دي يعني يمكن انا ما بقدر يعني اتنبأ لك بعمري ليها، لكن يمكن روضه المغربين منها بعرفوا انها هي بتطلع بسوق الانفس وبتشكي حاليا. فممثله الدوله وزاره الثقافه عندها مجله ثقافيه اسمها وازه. وازه دي بيقراها منو؟ وبتصدر كيف؟ وبتصل الناس ولا ما بتصل؟ هي ما معنية أصلاً بتصدير الثقافة للناس. نعم. ماجد حسن، إذن يعني رأيك وصل إنه الدولة هي والجهات المختصة هي المقلة في إنه تساعد الصفحات الفنية والإصدارات الفنية، وكمان ما في حراك ثقافي ومهرجانات كبيرة عشان مصحف الفني هو اللي يجتهد. شكراً لك ماجد حسن على هذا الرأي. وصلنا معكم ليوم الأربعاء، وفيه قدمنا فقرة أفكار الإيجار زي ما أنتم متعودين معنا. شباب سوداني مبدع وخلاق، الجماعة دي يا جماعة شغالين على تطبيق لتأمين ومراقبة البيت من على بعد وبالموبايل كمان. من هنا من سودانية 24 من صباحات سودانية، تحية لكل شباب البلاد وخاصة الناس المبدعين. قبل 3 سنة اكتشفنا انه العالم كله متجه نحو الموبايل ابليكيشن، فقلنا عملنا ربطنا اجهزة الكاميرات تحت المراقبة الموبايل ابليكيشن عشان الزول يعني يشوف البيت بتاعه او المكان العمل بتاعه من خلال الموبايل وكده، ويكون متواصل معه باستمرار. السنة اللي فاتت عملنا موبايل ابليكيشن واحد جمعنا فيه كل الموبايل ابليكيشن تحت الكاميرات حقت المراقبة واجهزة السكيورتي، وربطناها بالابلاينس حقت البيت. يعني زول ممكن من الموبايل ابليكيشن يقدر يفتح الانوار بتاعته، ممكن يطفي الانوار، يشغل المكيف قبل ما يصل البيت. فخلت الكنترول بتاع الابلاينس في البيت كله سهل. يعني انت مثلا غير انك تفتح الموبايل تشوف البيت حاصل فيه شنو من بعيد وكده، ممكن انت تقدر تتحكم في كل الحاجات في البيت. يعني ممكن تطفي المكيف بتاعك لو نسيت وبعد ما طلعت، ممكن تقدر يعني تقفل الستائر بتاعتك، تفتح الستائر، كل الابلاينس اللي في البيت انت بتقدر شنو تتحكم فيها من خلال الموبايل ابليكيشن. طيب ده شكل الموبايل ابليكيشن عموما. في الواجهه الرئيسيه اللي هي بيكون فيها، يعني لو لاحظت الصوره بتاعت شكل المكتب بيتوريك طوالي درجه الحراره، درجه الرطوبه الحاليه، شده الاضاءه في المكتب. من خلاله ممكن تفتح الكاميرات تقدر تشوف المكتب لايف، بتقدر تشوف تفتح الستائر، تطفي الانوار، تشغل المكيف، كل السيناريوهات بتاعت تشغيل الموبايل ابليكيشن بيكون من واجهه واحده.
الميزة في الموبايل ابليكيشن عنده السيناريو، السيناريو اللي هو انت بتاخد سيناريوهات، يعني مثلا كم هوم، مثلا كم هوم لما تدوس كم هوم اوتوماتيكلي بيشغل لك الاضاءة، بيشغل لك المكيف، بيفتح لك الستائر. ليفت هوم اوتوماتيكلي بيقوم بيقفل لك الستائر، بيقفل لك المكيف، بيقفل لك كل الابلاينس الشغال، حتى التي في وكل الحاجات، يعني كان ساوند سيستم كان تي في، كل الحاجات بيعمل لها شت داون. الميزه بتاعت الموبايل ابلكيشن انه ممكن يشتغل عن طريق الصوت، يعني في الصوت ممكن تستخدم الصوت بدل الضغط، يعني تقول له مثلا افتح النور، اقفل النور، اوتوماتيكلي يفتح لك النور، يقفل لك النور. بيخليك يعني بيديك الستيتس، يعني مثلا لو خدت الارم في المكتب بيديك الارم، لو زول مثلا فتح المكتب في وقت ما وقت العمل وكده بيرسل لك تكس مسج، بيوريك وبيعمل ريكورد اوتوماتيكلي للكاميرا، تبدا تسجل وتشوف انت بعدين ممكن ترجع تشوف الحاصل شنو في المكتب بتاعك. فده عموما شكل الموبايل ابلكيشن. عندنا فقرة خفيفة في صباحات سودانية اسمها فوتوغرافيا، في كل حلقة بنوظف صور لموضوع معين. يوم الأربعاء خصصنا الفقرة دي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة، المعروف أنه يوم 21 سبتمبر بتطلق الأمم المتحدة من كل عام، واليوم ده كان بصادف نفس يوم الحلقة يوم الأربعاء. فوتوغرافيا كان عن رقصات الشعوب، وفي اعتقادنا أنه تعتبر أو تعبير جميل عن السلام والأمن والمحبة. الأيام الفاتت دي زي ما أنتم كنتم ملاحظين معانا كنا عاملين مساحة واسعة جدا عند الناس لمواضيع تتعلق بالصحة، وانتشرت أخبار وشائعات وقصص كثيرة في موضوع الاهتمام بالصحة، وقلنا حق نفتش عن درجة اهتمامنا بالوعي والتثقيف الصحي. فكانت فقرة كذا رأي ليوم الأربعاء في هذا الموضوع، خلينا نطلع نشوف.
أهلا بكم من جديد، وصلنا بكم إلى فقرة كذا رأي. من خلالها نتعرف اليوم على التثقيف والوعي الصحي برفقتنا لدى الصباح الأستاذ محسن آدم مفتش الصحة بولاية الخرطوم. مرحبا بك وصباح النور. صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله أجمعين سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. في البداية الواحد برحب بقناة السودانية 24 لاستضافتهم لنا، وأتمنى أن أكون خفيف الظل عليهم إن شاء الله يا رب. مرحبا بك. وننوه أن سؤالنا في على الفيسبوك: مسؤولية رفع درجة الوعي والتثقيف الصحي، هل هي مسؤولية فردية أم من مهام المؤسسات ذات الاختصاص؟ وردوا على تويتر: لا نهتم كأفراد ومؤسسات بالتثقيف والوعي الصحي. مرحبا بك أستاذ محسن مرة تانية. وبداية يعني لما نتكلم عن تثقيف صحي، بالتأكيد لابد من تمليك معلومة للناس عشان ما يكون عندهم الوعي والإدراك بالتثقيف الصحي. كيف يتملكوا الناس المعلومة فيما يخص التثقيف الصحي؟ طيب، بالنسبة طبعا للتثقيف الصحي، أول وعي الصحي هو عملية بتاعت اكتساب الخبرات العلمية والعملية عن طريق رفع الوعي الصحي بالنسبة للمواطن أو الفرد. كيف بيتم؟ بيتم عن طريق الملصقات أو البوسترات أو المسارح المتحركة أو عبر الوسائل بتاعت الإذاعة أو التلفزيون. بيكون في استهداف لبرنامج معين، يعني دائما يعني هي عبارة عن خطة باعتبار خطة إزعافية، يعني أنت بترفع الوعي الصحي للمواطن يتفادى حدوث أي مرض وبائي، كيف يتعامل في الحياة أثناء اليوم. يعني كمثال مثلا، يعني عندنا أشياء بسيطة ممكن الواحد يستخدمها: غسل اليدين بالصابون قبل وبعد استخدام المرحاض مثلا. أيضا يعني أمهاتنا وأبهاتنا، طبعا أمهاتنا في المنازل برضو، في حتة إعداد الطعام الواحدة كيف تتعامل مع الطعام، إنها تغسل يدينا. ونحن أصلا عندنا يعني برامج يعني بيختص بالجانب الصحي في رغبة الأطعمة والمشروبات. طيب قبل ما نخش للأطعمة والمشروبات وما شابه، نعم، عاوزين نعرف متين أنتوا بتوعوا الناس وتثقفوا الناس، هل في فترة معينة ولا على طول العام وعلى طول الفترة؟ يعني بالتأكيد طبعا هو وزارة الصحة طبعا متمثلة في إدارة التثقيف الصحي أو تعزيز الصحة، بيكون عندها برنامج السنوي. يعني ما بتختصر الحاجة على مثلا على فترة على معينة، فترة معينة. يعني على دوام السنة. زي ما قلت، لو في يعني شيء حصل، يعني حاجة وبائية يعني زي إسهالات، ملاريات، حاجات زي دي مثلا، بيكون في توعية صحية في الجانب اللي بخص المرض المعين بالتركيز عليه، يعني حملات معينة. أيوة نعم. نعم، بتكون بالتركيز مثلا عليه، زي مثلا كيفية الوقاية مثلا من تفادي الإصابة من المرض المعين. يعني مثلا زي ما قلت، في بعض الأحيان نحن يعني في الإذاعة أو في التلفزيون أو الملصقات أو البوسترات بيكون عندنا هدف وبرنامج محدد على ضوء، نحن يعني بنوصل رسالة للمواطن. يعني قبل انت قطعتني في حته بتاع الدخول للاطعمه والمشروبات. لكن طبعا يعني 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 مثلا يعني مثلا في الاسواق بالذات، يعني احنا يعني بنستغرب الناس انه الواحد ما يشتري من الاطعمه المفروشه على الارض، لانها بيعتبر اصلا هي ملوثه. اضافه لذلك طبعا بالنسبه للمحال التجاريه، انه الواحد اي سلعه تجاريه اشتراها مفروض يراجع تاريخها، الصلاحية والانتهاء بتاعها. نعم. طيب أستاذ محسن، يعني برضو دور المواطن شنو في نشر ثقافة الوعي الصحي؟ بالتأكيد دور المواطن، تطلبوه من المواطنين. بالتأكيد دور المواطن دور فعال جدا. يعني أنا أديك مثال، يعني عندنا مثلا يعني التوالب بتاع الذباب بيتم في الفضلات الرطبة، كويس؟ يعني انا لو وعيت المواطن انه يعني كيفيه جمع النفايات ووضعها في المحل المخصص لها، على اساس بعد ذلك تجي العربيه وتشيلها وتديها العربيه قاعده تجي. لكن يا استاذ محسن والله هي بتجي، ما العيد شفنا كميه من النفايات. يعني طبعا 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 يعني هي اصلا في مشاكل. انتوا برضو كان الصحه ومفتشين صحه، يعني الموضوع ما بيسبب لكم ضرر؟ بالتاكيد 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 بيسبب لنا مشاكل كثير جدا، خاصه في العياد. لكن طبعا دائما يعني الشيء الملاحظ انه يعني وصول العربات دائما بيكون في الفتره بتاعت الخريف، يعني طبعا الشوارع بيكون مليانه مويه وكذا، برضو فتره المناسبات. طبعا في صار ركود، في افراز كثير في الخرطوم جدا بالمناسبه، افراز كميه من النفايات طبعا على مستوى يعني ولاية الخرطوم.
فبالتالي طبعا بيكون في بعض العجز، لكن شنو ما الحاجة اللي طيب في حالات زي دي التعامل مع النفايات المنزلية عشان ما تسبب أمراض وأوبئة بتيم كيف؟ يعني النصائح اللي بتقدموها شنو المواطن؟ طبعا أصلا في عندنا برنامج روتيني يعني عبر الأحياء، إنه النفايات دي العربية بتجي مرتين في الأسبوع كمثال مثلا، الأسرة بتطلع النفايات حقتها على الشارع بتجي العربية بتشيلها كويس. في سلوك سيء جدا من المواطن بعض المرات، يعني العربية لو تأخرت مثلا بتلقى مثلا بيجمع النفايات ويدعونا في أقرب خور كويس، أو بضافة لزارة مثلا يشيلوها يدعوها في الشارع ساكت، بيكون عرضة مثلا للناس الغمامة أو نابش الغمامة، هي أصلا النفايات رطبة بالتالي هتكون عندها مشاكل صحية لأنها بيكون مصدر أساسي لتوالد الأفة الحشرية اللي هو الزباب. والزباب العايش معنا في المنازل طبعا ده أكبر عدو بالنسبة لنا لأنه ناقل للأمراض جميع الأمراض. طيب نعم. كده نشوف المواطنين في استطلاع ونجي من تاني نشوف قالوا شنو نجي تاني. يعني أسح في أمراض كثيرة ظهرت، يعني إحنا ما بنعرف كيف نتعامل معاها في يعني ظل إنه في غنوات كثيرة، يعني مفترض يكون في يوم صحي ولا كده في زي ربع ساعة كده مثلا في حلقة تلفزيونية ولا كده يورونا عن الأخطار بتاعت التزغيف الصحي ده، يعني إحنا كيف نقدر نداري وكده يعني، وفي نفس الوقت يعني ممكن يعني يدونا إرشادات عشان نحن نستفيد منها. والله لو غسنا على الحاجة بالشكل العام بنلقى انه النسبة ضعيفة جدا، يعني ما اقدر اقول لك انه ما في او في معادلة بتحتاج لقياس، لكن التزغيف الصحي في السودان عموما نسبة ضعيفة جدا، ده بنشوفه في المواقف العامة، في مواقف المواصلات، في الاحياء عامة، يعني من الشكاوى بتاعت عدم وجود عربية نفايات، التردي في المستشفيات، في المواقف، في الصرف الصحي، يعني الحاجة إلا تكون بمجهود فردي، يعني إحنا ما داير أقول لك إنه بنحمل المسؤولين أو بنحمل الحكومة جزء، يعني الحاجة مشتركة بين الجهات المسؤولة وبين المواطن، في تراخي أو في كسل من الطرفين، إحنا المواطن بيستنى من الحكومة والحكومة بتستنى بالجهود الشعبية. فهنا محتاجين لمنطقة وسطى، فصراحة كده هو في وما في. التزغيف ده يعني عندك في الدول المتقدمة بينشئ الطالب منه صغير على الدور بتاع النظافة الشخصية والنظافة في الشارع، يعني بيهتم بالشارع نفسه ما بيهتم ببيته. على العموم يعني المجتمع بتاعنا السوداني داير جرعات كبيرة جدا من التزغيف بدلا من الأغاني اللي بيقصوها والمواضيع اللي ما هتفى أصلا دي. أتمنى يعني أن تلتفت وزارة الثقافة وتنسق مع وزارة الصحة يكون في يبث الوعي لدى المواطن حول ضرورة التزغيف وضرورة النظافة الشخصية والنظافة في الشارع، لأنه ما ممكن يغاني في بيتي يكون نظيف وبره في الشارع ألقاه كله يعني القارورة أجدع في الشارع، ومستحيل في بيته ممكن ما يعمل الحركة دي يعني. امبارح الخميس كان ختام أسبوع صباحات سودانية، وحلقة مميزة جدا قدمتها أنا مع زميلة هبة حافظ، بدأنا بدفتر أحوال من شمال كردفان، الأبالة، تقاليد وثقافة وأصالة.
زميلنا عمار أبو شيبة الآن عنده فقرة مميزة جدا، هو أطلق عليها اسم الناس البركة. أول حلقة منا قدمناها مبارح في حلقة الخميس، إن شاء الله ربنا يحفظ كبارنا ونتعلم منهم كل جميل من قيمنا السمحة. ولسه متواصلين معاكم من حلقة امبارح الخميس، ولأن الحلقة كان مخصصة للأسرة والطفل كان لابد من طرح موضوع الاهتمام بقدرات ومواهب الأطفال وكيف هم يقدروا ينموا مواهبهم ويحافظوا عليها. ناقشنا الموضوع ده باستفاضة I'm going to go to the hospital.
دي كانت حصيلة جولتنا من حلقات الأسبوع الفات، جزء يسير مما قدمناه لكم، ونرجو منكم طيب متابعتكم لنا من برمجة سودانية 24 ولصباحات سودانية على وجه الخصوص يوميا من الساعة 9 صباحا لحد الساعة 10:30. بنتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله تقضوها على لمة الأهل والأحباب. عمرك برق من غربتك واستنى في الشارع مجيد، جايز ملامحك تعريفك لما الحنين يملى بيت. عمرك برق من غربتك واستنى في الشارع مجيد، عمرك برق من غربتك واستنى في الشارع مجيد، جايز ملامحك تعريفك لما الحنين يملى بيك. ويمكن وقت الباب مريد ما نهف أفتح قلبي ليك، يمكن وقت لما بدون استاذنك ادخل بيوت قلبك تسكن جواك.